هذا تكرر السؤال هذا، انهم اللي يدرس القرآن يشترط انه يحلق لحيته ويسبل ثيابه في بعض الدول، في بعض الدول نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا ما تحصل على دراسة القرآن إلا بالمعصية فدراسة القرآن تأجلها إلى وقت آخر، تأجلها إلى وقت آخر أو مكان آخر مناسب ليس فيه الإجبار على المعصية. نعم.